everyone, Mr. Radi with you. اهلا وسهلا بحضراتكم, معكم Mr. Radi. Today we are going to talk about causative. النهارده حضرات هنتكلم عن causative, الجملة السببية. الجملة السببية معناها انا جعلت شخص اخر يقوم بالفعل بالنيابة عني. I had the barber cut my hair. أنا خليت الحلاق يحلق لي رأسي. I had the mechanic fix my car. أنا خليت الميكانيكي يصلح السيارة. causative معناها الجملة السببية, يعني معناها إن إحنا خلينا حد يقوم بالمهمة مكاننا إحنا. في causative بيبقى مبني للمعلوم وايضا مبني للمجهول, بيبقى اكتف مبني للمعلوم, بيبقى باسيف مبني للمجهول. Let's see, دعونا نرى. عشان اكون الجمله السببيه بجيب فاعل سبجكت فاعل, واجيب سي الفي دي معناها كوزاتيف فاعل, يعني فعل السبب, فعل السبب اهو عشان حضرتك ايه تاخد بالك معايا. اجيب فاعل زائد فعل السبب واجيب عميل شخص, شخص يقوم بالشيء, شخص يقوم بالفعل, سميناه ايجنت, يعني العميل هو الشخص اللي احنا بنخليه اهو فاعل فعل السبب, وبعدين اجيب شخص يقوم بالفعل, وبعدين اجيب الفعل اللي هيحدث, وبعدين اجيب الشيء اللي هيحصل مفعول. هنشوف مثال ازاي تركيب الجمل هتبقى كده. هجيب الفاعل اهو زائد حاجه من الافعال دي. هنا فاعل هجيب have او make او let, الثلاثه دول يجي بعدهم فعل بدون to, لكن get تاخد معاها to زائد الفعل. حضرتك تخلي بالك have و make و let معناها جعلته, انا جعلته يعمل كذا, انا خليت فلان يعمل كذا. فطب واحد يقول لي يا مستر ايه الفرق بين have و make و let او جيت؟ هاف قد اكون دفعت له مثلا مبلغ, اديته يعني يدفع مقابل, مقابل دفع مقابل مثلا. اي هاف يعني اي هاف ذا ميكانيك فيكس ماي كار, انا خليت الميكانيك يصلح السياره, اديته هاف, اديته فلوس مقابل, دفع مقابل. ميك يعني ارغمه مثلا, ارغمه يعني فرصة, يعني حاول يدفعه بانه يعمل هذا الامر بالامر. طب لت سواء له سمحت له, سمح له, سمح له اهو. طب امال جت, جت معنى اقنعته, اقنع بالاقناع, بالاقناع اخذ جت. ولو كان ان انا سمحت له لت, ولو كان انا خليته ارغمته يبقى ميك, ولو انا هديله فلوس هاخد فعل هاف, يعني انا اديته مقابل هذا العمل. فادي الفرق بين هاف ميك ليت دول ياخدوا من ناحيه القواعد فعل بدون تو, جيت تاخد تو, وادي المعنى بتاع الجمل عشان لما لو هترجم ابقى فاهم المعنى بدقه. فاعل فعل السببي, وادي العميل اللي هيقوم بالشيء بالحدث او بالفعل, وادي الفعل اللي هنستخدمه في الجمله. طيب دلوقتي هل في افعال ثانيه غير دي؟ في بس واضحه صريحه, يعني لما اقول I asked the barber cut my hair, بس to cut my hair, I ordered, امرت, فهي واضحه دي. لكن الجمل الافعال دول هم اللي بيبقى فيهم confusion دايما, او الانسان بيبقى مش مستوعبهم. عشان كده احنا ركزنا على الاربع افعال دول السببيين بشكل يعني يكون في صالحك من ناحيه المعلومات. have جعلته نظير مقابل, make ارغمته او اجبرته مثلا, let سمحت له, get اقنعته. هنشوف مثال كده. احنا قلنا نجيب فاعل I, نجيبهم الزمن اللي انا عايزه في الجمله استخدمه عادي, عايز استخدم مضارع, عايز استخدم ماضي, عايز استخدم مستقبل, اي زمن بيتعاملوا معاه, اي زمن عادي حسب الزمن اللي انت عايز تعبر عنه. انت كنت بتحكي عن الماضي هتجيب ماضي, بدل هاف هتبقى هاد, برافو, بدل ميك هتبقى ميد. طب عايز اجيب ماضي تام, براحتك, عايز تجيب مستقبل, يعني عايز اقول انا سوف اجعل الميكانيكي يصلح السياره, يبقى بدل هاف هتبقى ويل,
تمام؟ فالزمن ده انت يعني عارف الزمن اللي انت عايزه استخدمه. لكن احنا عملنا تركيبة الجملة السببية، تركيبة الجملة السببية اجيب اي هو الفاعل، اي هاد اهو خليناها في الماضي، اي هاد ذا بابا، يبقى ادي الفاعل وجبت فاعل من الافعال السببية دي، وبعدين جبت العميل اللي بيقوم بالحدث ده، اي هاد ذا بابا، واجيب فاعل cut. I had the barber cut my hair. وبعدها طبعا المفعول my hair اهو زائد الاوبجكت زائد المفعول اهو زي ما خدنا في التركيبه فوق في الجمله. هذه القاعده، القاعده يا باشا اهو حضرتك اهو. ايه فاعل؟ فعل السببي اللي هو يا اما هاف او ميك او ليت او جيت حسب المعنى اللي انت قلنا عليه، يعني مقابل او ترغمه او تسمح له او تقنعه، واجيب الشخص اللي بيقوم بالشيء، واجيب الفعل، واجيب المفعول. I had the barber cut my hair. انا خليت الحلاق يحلق لي شعر. طيب لو قلت مثلا I got the ميكانيك، بقى احنا قلنا جيت تاخد ايه؟ تو، يبقى I got the mechanic to fix my car. كده حضرتك يعني معايا اكيد. هاف وميك وليت فعل بدون اضافات، بدون تو، بدون اي حاجه، لكن لو خدت جيت بجيب ايه؟ تو زائد الفعل. اقول I had the barber cut. I got the mechanic to fix. فربما تيجي في اختياري في امتحانات تيجي صح الخطأ، انت تبقى واخد بالك اني have جعلته مقابل ان دفعت له، make ارغمته، ليت سمحت له، جد، ولكن خلي بالي في الفرق بين جد والثلاثه دول، الثلاثه دول هم يبقى تو بدون فعل بدون تو، جد تاخد تو. وادي مثالين. I had the barber cut my hair. I had the cleaner clean the room. I had the mechanic to fix. طب لو عايز اقول انا سوف اجعل الميكانيك يصلح السياره، بقول ايه؟ I will get، لان انا اتكلم عن مستقبل. فتركيبه الزمن دي سهله، انت هتكلم عن المضارع، هتكلم عن المستقبل، عن الماضي، سهله. لكن انا عايز حضرتك تبقى عارف الجمله السببيه، ادي الشكل بتاعها في الاكتف، في الاكتف اللي هو المبني للمعلوم، اكتف مبني للمعلوم. لكن لو خدنا الباسف هنا مبني للمجهول هنعمل ايه؟ هنطبق القاعده دي. في الباسف ما نشتغلش غير مع هاف وجت. واخلي بالك في الباسف ما اشتغل مع هاف ومين وجت. اقول ايه؟ هجيب فاعل I had، الماضي من هاف اهو هنا، I had the barber cut my hair. انا خليت الحلاق يحلق لي شعري، انا هخليها مبنيه للمجهول، خليها باسم. يبقى اقول I had، ادي الفاعل وادي الفعل السببي، واجيب المفعول I had، ايوه برافو، my hair، والتصريف الثالث من الفعل يبقى ايه؟ هو cut. I had my hair cut. ممكن اقول by the barber، برافو. أو ممكن ما أقولش إذا كان المعنى معروف يعني. طيب هنا عايز أجيب الجملة دي. أقول مثلا يبقى أقول إيه؟ I got my car fixed. I will have my car. I'll have my car fixed. انا سوف اخذ عربيتي مصلحه. فالول ده جبته في المستقبل. هنا انت حضرتك ترجع على الفعل، واجيب هاف او جيت، واجيب المفعول والتصريف الثالث. يعني مثلا لو قلت I'll have the carpenter. I'll have the carpenter من the window. هجيب النجار يصلح الشباك.
I'll have the carpenter من the window. طب عايز احولها باسيف يبقى اقول ايه؟ I'll have my window. I'll have my window. اهو I وبعدين جبت ال have. I'll وجبت ال have وزاوي window يبقى عايز التصريف الثالث. I'll have my window mended. انا هشوف، انا هاخد الشباك بتاعي او سوف يصلح لي، الشباك سوف يتم تصليحه لي. دي الجمله الكوزاتيف السببيه. هقول تاني لحضراتكم الجمله السببيه الكوزاتيف. الكوزاتيف بتبقى فاعل، والفاعل السبب اللي هو كوزاتيف فيرب يعني، وايجنت اجيب شخص يقوم بالعمل، واجيب فاعل واجيب المفعول. اهو اي وادي هاد اهو فاعل الكوزاتيف اللي هم دول، واجيب العميل او الشخص الذي يقوم بالشيء، واجيب الفعل واجيب المفعول. I had the barber cut my hair. I'll have the barber cut my hair. لكن لو استعملت cut بجيب to زائد الفعل. وهذا المعنى الفرق بين have ان انا اديت خلوص، make يعني اقنعته، let سمحت له، get يعني اقنعته. ده حضرتك ده بالنسبه للاكتف المبني للمجهول. لكن عايز احول انا الكوزيتيف اخليه مبني للمجهول، مش عايز اقول انا النجار هو اللي عمل الشباك، ولا الحلاق الذي قص راس، ولا الميكانيكي صلح العربيه. عايز اقول انا اخذت عربيتي صلحت، العربيه صلحت لي، العربيه سوف تصلح لي، الشباك سوف يصلح لي. عايز احولها للباسيف، اعمل ايه؟ اطبق القاعده دي، اجيب فاعل واجيب الفعل بتاع الكوزاتيف. اهو فاعل، والفعل بتاع الكوزاتيف اللي هو هاف وجت، واجيب المفعول واجيب التصريف الثالث. وادي الجمله امام حضراتكم. I had الفاعل اهو، وجبت هاد من هاف. I had my hair ادي المفعول، والتصريف الثالث كات. طب I'll have انا خليتها في المستقبل، انا سوف اخذ عربيتي اصلحها. I'll have my house built. استلم المنزل مبني. I will have the shirt ironed. المكوى هتجهز. تمام كده ليه؟ فحضرتك كده عرفت الكوزاتيف في المبني للمعلوم، والكوزاتيف في المبني للمجهول اكتف اند باسيف، وعرفنا ايه هو الكوزاتيف. أتمنى أكون قدمت لحضراتكم معلومة ولو بسيطة. أكون سعيد لو حضراتكم تشتركوا في القناة، وأكون شاكر كمان لحضراتكم. See you next time. أشوف حضراتكم في الحلقات القادمة. Thank you very much. Goodbye.